السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو مختلف. اليوم مثل ما شفتم من مليون الفيديو تجربة عفن الخبز على خبز مضغوط ومغلف، يعني بكيسة. يعني بعد ان تركته شهر واحد بس، وشوفون شلون صار بيه وهو مغلف اصلا، وهذا النوع هسه الخبز يتحمل ومضغوط هذا الحكي. فهي نقدر نسميها تجربة ونقدر نسميها يعني شي نسميها. المهم مثل ما تشوفون هذا مغلف ما فاتح ابد. اشتريته قبل شهر وخليته، لا ما سويت فيه اي شيء، بس خليته جوا، يعني هم مو مكان رطب يعني حيل، او مثلا برا بالشارع تمطر عليه وهذا الحكي، لا هو بتشوفون بيه اشياء هنا من صرت تحطها بالمطبخ، يعني تصير بيه تأثيرات شوية. فهسه راح افتح قدامكم، جبت هذا المقص، راح اجي افتح التشيز، راح اخلي الموبايل هنا على الستاند، وهسه راح اجي افتح التشيز. التشيز يلعب النفس، صار التشيز صار يلعب النفس. شريحته صارت كارثة، باع ست لعبنا في السكوت. شفت شي شانغاي باعوا هاي أنواع العفن، باعوا أنواع العفن الموجود. خلنا بعد شوية هيك أرفعه. باعوا هذا النوع، وباعوا هذا، وباعوا هذا. صار علي دي لازم أغسله. بعدين راح أغسل إيدي. شوف هذا من هاي الجهة أمات معفن، بس من الجهة الجوة أكو منها، يعني ها بعد دقيقة شوية مقاوم بعد منها حتى. شوف هذا النوع، بس شوف شلون طاري صاير. شوف هسه هذا قوي، هذا شلون طاري صاير. فاحنا كلنا صاير هذا اللي ياكل هذا، يعني إذا ما قبل الدول شو اسمه القبر قبل يودوه للطوارئ. بابا عشان الصراحة جي خلنا نرجع على الستاند الموبايل، ارفع شوية. باعوا حجي هسه اقسمه، شوف شكو جوه صاير بي من جوه. هذا من جوه ما متأثر حيل، هم بس منه متأثر من هاي الجهة. طبعا ريحته خرافية يعني قوية كلش، رحت العافية مع الخبز بعد من هاي الجهة وعلى الأنواع هاي. من جو النوم ريحته تطلع بالنفس بعد أكثر من هاي. ذا من برا شوية، ها يعني من برا مع العلم إنه من برا هيج قايل، يعني شوف شلون مصدر خايس أو شلون يعني معلي العفن، بس ريحة الجو اللي هنا اللي بين إنه ماكو شي، هاي ريحتها بعد أقوى بكومة. حاج النوب أقصها أو أقسمها، نفس الحالة منه. شوفوا هاي من فوق هم ريحته خرافية، مو خرافية يعني زين، ماكو واحد خرافية المبالغة، بس مو واحد يقول خرافي عباله ريحته طيبة ما أعرف إيش. باع هنا وبس الشكل يختي وصاير ما شاء الله قص قزح وعلى الألوان. لا هذا النوع، هذا النوع عباله كل الطحين صاير، ما تشوف إيش هيصير يختلف عن الباقيين. هذا لا الأبيض جامد، عندكم الأخضر، الأخضر لازق بس هم نفس الطحين بس مو نفس اللاك. عندكم هذا الأسود، منا أنا بس هاي منا شوية، ها يعني باقي بيها هنا اسم راقي بيها ريحة خبز، هي شوية باقي. أما الباقيات ما باقي، كلها صار ريحة العفن خصوصا من جوا. باعه سجي أفتحها منا، شوفوا شكلها من جوا بدأ يتغير بس ما مبين عليه حيل. تشوفون هاي، تشوفون هاي ما شاء الله ألوان أشكال، يعني أسود أكثر من الباقيات.
نجي نفتحها من هنا فوق، صاير طري. شنو انا؟ هاي اخضر اسود فسفوري، ما اعرف شنو هذا اللون، الوان واشكال ابيض. هذا صار سم قاتل مو خبزة. تشوفوا هاي مع العلم انه هذا النوع اساس يتحمل، هذا النوع الخبز اساس يتحمل، وانا اصلا ما كنت فاتحه بعد نص الجيس، المين اجى مين فات عليه ما ادري. كان حتى شفتوا الجيس كان مغلف ومسدود حيل زين، يعني ها ما كان مبلل، يصير تقول مثلا مبلل بالهواء حاطه تعن من الهواء جاء فطريات وما اعرف ايش. شفاف عبارة عن كتلة والعفن. شوف هاي شلون صار، بس لازم اغسل ايدي غسلة من هاي الزينة حتى يروح بعدها. بحا من جوا، من جوا، من جوا متأثر. تشوفون من جوا، هذا من جوا، حتى من جوا متأثر. شوفوا هاي طبعا من انا مدري شو تشوفون، مبين على اساس انه ما بي شي، بس منا بعد ازيد ريحته بعد اقوى، والعفن بعد بالزايد من جوا صاير، صاير من انا متاثر حتى لونه متغير. واو هاي عشان بعد هذا صاير بيه هنا. حكيت له مال العفن بقى، شوفه قرب من الكاميرا ما صار عليه فوكس، يتمنى انه قطعة صغيرة يمكن. هاي هاي انه بطاري كل من انا صار بالك ماي بقى، شلون يكون مقشر منه. إذا تريد تقتل أحد بيها خليه ياكل هاي وحط لها هاي، ما يقتل هاي شيء، من ياكلها أكيد راح يموت. شوف على ثاني جاي أصور يم الشباك، ما هنا منظر ما جاي يبين كذا، يصير فوكس ما أدري ليش ما يصير فوكس. شو السالفة؟ أي هذا صار، هذا من الشباك هذا الشارع. المهم نرجع، أنا أفر مع الخبز هذا، شوي دي شلون صارت. هاي الثاني هم مثل ما شفتوا، حتى تنتبهون لا تخلون الخبز برا، حطوه بمكان يعني بعلبة، حطوه بأي شيء، أو اللي ما دا تستخدموه هساني، إذا أشتري خبز مثلا ثلاثة أو تشيز بي ثلاثة أو تشيز بي ستة حسب نوعه، أخلي اللي أفتحه أخليه مثل علبة، ويعني يوم يوم يومين بالزايد هو هذا تشيز خلصان. أما الباقيات تشيزين أو ما تشتري تشيزين أو ثلاثة أكياس عاد عايش كل يوم يروح السوق. بس فوين اخليه؟ اخليه بالثلاجة، خليه بالثلاجة، هم ما يطول الثلاجة، ما لازم ما يطول اكثر من اسبوع. مثل ما تشوفون هذا النوع انا اشتريت من هذا، قلت اصلا هذا يعني بس مال اصلا يعني ما استعمل هذا، شلون يعني يستعمله اذا تشوفون كيف المسلسلات يقومون بالهاي، يقصوه ويخلوه شنو هيك مثل يحطون عليه مربى وهيك وياكلوه هيك بالصبح. اما ويل مثلا اسوي طماطم اسوي شيء، هذا ما ينك، هذا بس هيك منه مثلا، هو مو شكل واحد حتى يمثل عليه، يقصه هيج يصير قطع هيج، يصير قطع هيج عريضة هيج على عرض دقيقة هيج، يخلي عليها جيمر ومربى وياكله، أو إذا عندهم هذا الفرن مال الخبز يحميه ويطلع إذا شايفيه توم وجيري هم هو موجود. أي فهذا قلت خلنا اشتري من هذا، هذا مضغوط وأساس يتحمل هذا النوع، وهذا يعني حيل زين، وقلت خلنا هم ما افتح اخليه بالتشيس، وهذا شهر واحد شوف صار بيه. شوف
وهذا ما طلع بالهواء. هذا قدامكم ده شوفوا. وهذا اللي حبيت اشوفكم اليوم، هذا التجربة او في يسمى تجربة مو تجربة شو يسموها، ما عفن الخبز، انواع عفن الخبز شلون، اشكال اخضر اسود فسفوري ابيض مع الوان اخضر طوخ اخضر ما اعرف زيتوني، صار كوكتيل ما العفن. فلهنا اكون وصلت لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو، اذا ما عجبكم دوسوا ديسلايك وقولوا شنو اللي ما عجبكم بيه حتى بالفيديوهات الجاية ما اسويه. وبالهنا انا اقول مع السلامة.